السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصحابنا وخوتنا، حبيت برك نعرف البوشون تاع بور رومبلي باش تعمر كيما نقولوا حنايا، باش دير فينوش تاع لابواد فيتاس. وكان يحاير الى هذا اللي هنا، هذا ولا هذا الكابتور، هذا الكابتور بريشون، واقيلا هذا هو الكابتور بريشون دويل. نحي هذا وتعمر هنا، ولا هذا باسكو هذا سي تان بوشون يتنحى. هذا هو الماركيت بلي يتنحى، دقيقة دوك نحيه. كي نحيتو هاي خبرك بلي بلي يتنحى، شو ندور شوية وجبد. ايوا جا ها هاوليك شو تنحى وداخل. هاو كيفاش داير ونديري، هو عنده هنا اللي لازم تعمر الزيت. حبيت برك نعرف الى هو ولا لا. من فضلكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من الاخوة سألني على زيت البوات، منين نصبوه وكيفاش نصبوه وقتاش نصبوه. يعني زيت البوات هي بالنسبة سألني هو على السيارة دوني بي اكس، حصيلو السيتروان والبيجو في البوات الكبيرة هذه ديما تلقاه في المكان هذا حدا الكاردون يسار، يعني سهل ويعني ما مش صعيب. هذه ريت هنا، هذه تتحل البولون هذايا ونصب الزيت من هنا حوالي ايترتين دي لتر، دي لتر وي البوات. هو قال لي عندي الزيت يقطر من الكاردونات، من البراوين تاع كاردون. لا هل المشكل من ينقص الزيت من البارويل تاع كاردون ولا؟ طبعا ينقص الزيت من البارويل تاع كاردون. وقال لي هل فما مشكل يعني عندنا وقت ينقص الزيت في البوات، يعني فما مشكل على البوات؟ طبعا فما مشكل على البوات، لان المارش الخامسه الفيتاس الخامس جاي هنا لفوق عالي، ينقص عليه الزيت يولي يتكسر. هو البوات الفيتاس السانكيام اللي هو التعشيقه الخامسه نقولوها بالعربيه، التعشيقة الخامسة تجي هنا الفوق عالية ديما في كل أنواع البواتات، تجي العالية الخامسة سانكيام الفوق هنا هو اللي ينقص عليه الزيت. أول واحد يضرب بعد الزيت هو السانكيام، هو هي السانكرو الخامسة، السانكرو تاع السانكيام. طبعا من تضيع الزيت من الكاردون، إذا كان تبدا الزيت يضيع من الكاردون هذايا ملوطة يبدا يقطر. وباش نفرقوا من زيت البوات وزيت الموتور في اللون في الأرض وقت تلقاه ما يخطر في الارض، هو اللون. من ناحيه زيت البوات تلقاه ديما جديد اصفر، ديما جديد اصفر. والموتور ديما اكحل، فيه الكحوليه شويه، ديما اسود فيه يعني كحوليه لانه مسلخ. اذا كان لقيت اللون في الارض ديما ثبت، كان اصفر راهو بوات راهو من الجير، وكان لون اخر راهو من المحرك من الموتور. طبعا البوات اذا كانت تمشي بلاش زيت تتاثر يعني مهما كانت يعني المسافة، بالأخص إذا كان المسافة طويلة. وأي واحد منكم يسمع صوت غريب عنده في الثنية الطويلة يعني في الأوتوروت مثلا، وهو شك من حاجة طول، يمشي للبوات يشوف يتفقد الزيت، لأن أول ما تتحرق هي البوات إذا كان فرغت من الزيت تتحرق من داخل، تولي كحلة ما عادش تصلح. نطلب بالكم من الحالة هذه، إن شاء الله تنفعكم الحالة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.